السلام عليكم المرضيات والمرضيين، كيف الأحوال؟ يوم جديد، نهار جديد، رجعنا تاني للروتينات، رجعنا تاني لجري علي نجري عليك، الوليدات، المدرسة وغيرها. اليوم إن شاء الله قلنا نبارطاجي معكم التجهيزات ديالي ليكول إن شاء الله ديال الوليدات. مهم، هي وصفت اللي غنديرو اليوم هي وصفات كاينين سابقة في القناة، ولكن انا مولفه كنديرهم، يعني عندي شي حاجه اساسيه في الروتين ديالي اللي خص كل سيمانه نصايبهم حيت كيبغيهم ليا الوليدات. وثاني حاجه مزيانين وزوينين يكونوا عندك في الدار، لان شي حاجه مصايبه في الدار ما كتخافيش منها، كتكون مهم صحيه ماشي صحيه هذيك حاجه اخرى، ولكن المهم شي حاجه مصايبه في الدار كتكون اهون من انك تاخديها جاهزه على برا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو المهم داكشي اللي غيحتاجو الدراري ليكم. ابدا بكيكه، دونك غنحتاج ليها واحد جوج كيسان ديال السنيده. المهم كيكه راه كلشي كيعرفها ودرناها وعاودناها في القناه. دونك فوالا، عندي جوج كيسان ديال السنيده، كاس ديال الزيت، انا عندي المول شويه كبير، دونك غندير ياغورت وغندير كاس ديال الحليب بجوج. ضروري بما ان سميتو كما قلنا المول كبير، راه هذا ما يطلعش مزيان. حتى عدد البيض مول في مثلا كندير 3 4، دونك هذه المره غندير 5 على حسب العدد اللي عندي، على حسب المول اللي عندي. وكل ما كبر المول بيان سور كتزاد المقادير. دونك هذه الطريقه اللي كنعتمد دائما فاش كيكونوا الوليدات غاديين للمدرسه، كل ويكاند كنوجد لهم باش ما كنبقاش وحله وسط السيمانه. وكل مره كنديرهم داكشي اللي قسم الله، مره كيكه، مره بانكيك، مره لي ساندويتش. المهم كنحاول نصايب كاع داكشي اللي غنحتاج خلال الاسبوع، منها كنربح الوقت ومنها ما كنبقاش تالفه شنو غندير لهم اليوم، شنو غنطيب لهم اليوم. يعني حتى داك الضغط والستريس كنقص منه شويه وسط السيمانه. وكل مره شنو كنصيفط معاهم، بعد مره سيله الضغط كاع ما بقات حتى شي حاجه، راه غير شويه الخبز مع فريميجا مع اللي كان اللي قسم الله ما كنوحش بزاف. الاساسي انهم المهم ميبقاوش بالجوع، خاصه الفصل اللي جاي راك عارفهم البرد، والبنادم ديما كيجوع ديما كينخفض درجه الحراره. المهم الاستقلاب كيطلع تخربيق كامل، حتى شي مره ونهضروا عليه بالتفصيل. ايوا هذا مكان، دونك غادي نخلط هاد المقادير اللي هي نوعا ما سائله، ومن بعد غادي نضيف الطحين والخماره. وبالنسبه للناس اللي بغاوها بالكاكاو غادي يضيف واحد جوج ساشيات ديال الكاكاو ولا ثلاثه على حسب كيفاش بغيتوا التركيز ديال الكاكاو فيها. سينو بغيتوها عاديه ما غاديش تضيفوا الكاكاو، انا نفضلها اليوم عاديه، ما غاديش ندير كاكاو، يعني غندير غير سميتو الخماره والطحين. دونك فوالا، انا خلطت دابا السوائل كاملين وغنضيف دابا الطحين. بالنسبه للهشواره ديما فاتحكم بها، ديما خدامه بها، الربيع، المالح، الحلو. وحتى غنوريكم حتى الطريقه ديال العجينه. الخبز كيجي غزال زوين فاش كيحمق، ما تضربي فيه تماره، ما تعلكيه، ما حتى شي حاجه، غير بالهشوار كنخدمو كيجي غزال. ما كاينش اللي كياكلو كيقول لي تبارك الله عليك كيفاش كديري لي، واخا من الخبز معروف الطريقه ديال العاديه، ولكن انا ما كنضيعش وقتي بزاف في التدلاك. المهم راك عارف الجد على قد الحال، وكنحاول نختصر حتى الوقت.
دونك كيما قلت لكم على الخبز الطريقه ديالو سهله، حس خاصه الناس اللي باغيين يديروا غير جوج ولا وحده كبيره ولا جوج ولا ثلاثه، يعني هو ما كيخرجش كميه كبيره على حساب الحجم ديال الهشوار، ما كيهش بزاف. واخا راه عندي العجانه ولكن ما كيبرد ليا الغدا يدغى هاد الهشوار. كيما قلت لكم كتختصر لكم الوقت وكيطلع داكشي زوين صراحه، كطلع زوين ان شاء الله. ان شاء الله غنلقى شي وقيت وغادي نبارطاجيه معكم. بالنسبه للناس اللي ما عزيزش عليهم دلك يا مدلك نضرب تماره بحالي، عزيز عليهم الحاجه سهله. دونك فوالا هنا دفت الدقيق وغنضيف ثلاثه ديال الخمارات. دائما الخماره فاش كنشدها كندعكها هكا باش ما كتبقاش محبه فيا من غرب العام، كندعكها وسط وسط الساشيه ديالها باش الا كانوا شي حبيبات كيتحيدوا. دونك فوالا كلشي كيعرف التكستور كيفاش خصها تكون. غرام مازال خصها يزيد شوي 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 شوي، ان كل ما كانت ثقيله كيكون احتماليه انها تعاود تهبط مره اخرى قليله، يعني احتماليه احتماليه، يعني ملي كتكون خفيفه تقدر الا ما خداتش الوقت الكافي ديالها في الفران اي فوا تخرجها تهبط لك، بينما ملي كتكون العجينه شويه ثقيله فهمتي كيقل داك الاحتمال. وهذا ما كان. دونك كما قلت لكم قبيلات كانت جاتني العجينه شويه خفيفه، زدت شويه ديال الطحين باش المهم كطيب على خاطرها من غير مشاكل. شفتوا كيفاش كتكون؟ كتكون شويه ثقيله شويه. صافي شدي معايا الحرارة. دونك بالنسبه للكيكه راه كنشو درناها في الفران، انا درت درجه الحراره تقريبا 150 درجه حيت انا عندي الفران شويه مجهد. كلها على حسب درجه الحراره ديال الفران ديالها واش سخون بزاف ولا القياس. دونك ما درجه الحراره في الكيكه ما خصهاش تكونش 180 كاع الا كانت باش كتاخذ الوقت ديالها وكطيب على خاطرها، وملي كتخرجها ما كتهبطش. ندوزو دابا للخبز ديال الساندويتش، راه ديجا بارطاجيناه معكم في القناه، زوين كيعاون بزاف في العماره ديالك كتكون بسيطه. ملي كيكون عندك الخبز كتكون كتسهل عليك تصاوبي ساندويتشات، دونك اي عماره عندك طقطق وكتصيفطها الدراري الصغار طقطق وداكشي فكرتني فيها. دونك فوالا هنا غادي ندير الكميه اللي المعتاده، كنديروا تقريبا واحد 6 الكيسان ديال الطحين ولا 7، دونك على حساب الكاس. انا عندي هذا الكاس العادي ديال اتاي، دونك غندير 6 الكيسان. انا درت الكميه الكافيه ديال الطحين، غنزيد عليها كما قلت لكم راه ديجا بارطاجيناه معكم، جوج معالق ديال الخماره الخميره، شنو كيسميو الجافه مجفف، المهم شي حاجه بحال هكا، الخميره يا المعجونه يا هادي. دونك عندنا واحد المعلقه ديال الملحه، عينك مثالك بالنسبه للملحه، اللي كتبغي الخبز يكون باينه فيه راه غتزيدها، كتبغي مسوس ما ديرهاش انت كاع، دونك على حسب شنو كدير. واحد المعلقه ديال السنيده، بالنسبه لهاد الوصفه ديال الساندويتش كتبغي شويه ديال الحليب بودره، ما عنديش ما موجودش دونك ما غاديش توقف الحياه، عندي شويه ديال الحليب نقضي به الغرض، الحليب السائل او اي او تستغني عليه كاع انتيا، راه كيصدق حتى بلا حليب، لكن غير هو كيزيد يحسن المذاق. هذا ما كان وكنحتاج واحد الربع كاس ديال الزيت البلديه، دونك عندنا هنايا واحد السدور حدانا راه ما نقول لكمش صداع المهم سمحوا لنا وصافي. ربع كاس ديال الزيت البلديه حتى هي، الزيت البلديه باقا غير انا عجزت نعمر القرا العجز هما يدير صافي. وكنخلطها بشويه ديال المدافي مزيان حتى كتنسجم، كتكون شويه خفيفه ما كتكونش قاصحه بزاف. ومن بعد كنضيف في الاخر اخر حاجه واحد جوج معالق ولا معلقه ونص ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده، انا عندي غير زبده نباتيه عاديه هي اللي غادي نستعمل. دونك الا لاحظتوا بالنسبه للطياب راه ماشي شي حاجه صعيبه او المهم ماشي شي حاجه اللي هي واو، الانسان خصو ينظم الوقت ديالو خاصه بالنسبه للناس المبتدئات. كنشوف الحاجه اللي غتشد ليا وقت طويل كنبدا بها هي الاولى، والحاجه اللي غادي تصايب ليا دغيا هي الاخرى. دونك انتما شفتوا الكيكه اللي غتحتاج واحد الوقت شي شويه في الفران سبقناها هي الاولى. من بعد زدت هذا الخبز ديال الساندويتش، هذا الخبز ديال الساندويتش كيبغي الوقت باش يخمر، دونك غادي نعجنو ونخليه يخمر. وغندوز نصايب البانكيك،
بانكيك كي جوست سور بلاص، يعني اون فوا كتخلطيه كتبدا في الطياب ديالو بحالو بحال المغرب، ماشي شي حاجه اللي هي كتعذب. يعني باش في الاخر شنو كيوقع، ملي كتجي تسالي كتلقاي ان كلشي طاب، كلشي وجد، ما كتبقايش حتى كتساني. حيت انا كنعرف واحد السيده الله يذكرها بخير، كتبقى تسالي الحاجه حتى كتسالي، مثلا غدير كيك كتقول لك انا تسالي كيك عاد نبدا حاجه اخرى باش ما نترونش. نو الانسان عنده الوقت يبقى يضيع، اللهم يسر بي سر بي بحاجه مور حاجه. طبعا قلنا راه كياخذ عين الاعتبار شكون كطيب الاول شكون كطيب الاخر شكون كتشد الوقت، وفي الاخر دغيا كيسالي عنده واحد ساعه ساعه ونص ماكسيموم في الكوزينه ديالو، كيكون قضى الشغل ديالو، طيب كلشي وارتاح مع راساته. صافي هنايا راه خلطت المكونات كامله. دونك خلطت كما المكونات الاولى الخميره والحليب مع شويه ديال الزيت البلديه الملحه سنيده والطحين مزيان حتى تجمعوا ليا، راه ما كتعلى الكيما ولا غير كيتجمعوا كينسجموا المكونات. وضفت لها جوج معالق ديال الزبده. صافي جمعتها مزيان حتى دخلت الزبده وسط العجينه، دونك كتكون شويه رطبه ماشي قاصحه بزاف، خفيفه شي شويه، غنخليها ترتاح ومن بعد نشكلها كما بغيت. ملي خليت العجينه ديال الساندويتش تخمر دزت باش نصايب البانكيك. بالنسبه للبانكيك حتى هو بارطاجيناه معكم، هادو بالنسبه لنا وصفات رسميه عندنا، يعني ضروري تكون عندنا كيكه بانكيك خبز ديال الساندويتش، بعد المرات كيكون الوقت خبز ديال الشاورما وغيرها. المهم من بعد نبارطاجيو هادشي كامل. حريشات صغار حتى هما كيكونوا كينفعوا بزاف، اللي عنده الفريغو كبير ولا عنده داك الفريغو اللي هو مستقل فكينفع بزاف، كيصايب وكيتهنى كيخلي في الفريغو كل ما احتاج، كيكفي انه يجبد ويسخن. دونك كنحتاج بالنسبه للبانكيك كنحتاج واحد الكاس ونص ديال سنيده، دونك هنايا راه ديجا درت كاس وغنزيد نص ديال سنيده، من بعد غنزيد واحد الكاس ديال الزيت. البيض راه على حسب البيض اللي واجد، بعض المرات كنديرو غير بيضه وحده كيجي زوين، بعض المرات جوج بيضات، بعض المرات ثلاثه البيضات، ولكن ما كنفوتش فيه ثلاثه البيضات الا الا كنت غادي نضاعف الكميه. وندير جوج كيسان ديال الحليب. وبالنسبه للخماره عندي جوج خمارات، كنزيدو واحد الساشي ولا جوج ديال الفاني. صراحه بالنسبه للكيكه ولا البانكيك ولا اي حاجه كتكون مثلا الخليط ديالها مبازي على الحليب كتعيط نسمي فيها ما كيبانش، واخا تزيد هاد الفاني مثلا ساشيات شويه وصافي ماشي حاجه كثيره. دونك انا باش نبدل داك المذاق ديال المهم كنحس بشويه ديال الزفوره ديال البيض، كنحك لها القشره ديال الليمون ولا ديال الحامض المهم اللي كانت عندكم، او اني نقدر ندير معها حتى عصير ديال الحامض كيجي زوين. هي الا كنت غنديرها بالعصير الحامض عفوا عصير الحامض ولا ديال الليمون، الا كنت غنديرها بالعصير ديال الليمون ولا العصير ديال الحامض راه ما كنديرش الحليب، بلاصه دوك جوج كيسان ديال الحليب كندير جوج كيسان ديال الليمون. وهنا دابا غندير نكتفي غير بالقشره بما ان ما عنديش كميه كافيه اللي غدير لي واحد جوج كيسان، عندي بقات لي غير وحده، دونك كنكتفي بالقشره ديالها باش كتنسمها وكتحيد داك كما قلنا داك الزفوره ديال البيض. نضيفو الحليب كما قلنا جوج كيسان حتى الكميه ديال الحليب، الا بغيتي تزيدي شويه زيدي ماشي مشكل، المهم غير كما قلنا ما تخرجش على الاطار ماشي ديري جوج جطر الحليب مع بيضه، دونك غير واحد ثلاثه الكيسان او جوج كيسان ونص ولا شي حاجه راه مزيان. دونك انا بقات لي واحد شويه ديال الحليب هنا ما كاينلاش غنخليه، غادي نضيفو حتى هو شونداليا واحد ربع ديال كاس. بالنسبه للبيض غادي ندير ثلاثه ديال البيضات، اوبس شويه مطيح القشره. وفي هذه المرحله غندير كما قلت لكم غنحك القشره ديال الليمون وغنخلط كل شيء مزيان. واخر حاجه كدار هي ان كنضيفو الطحين كما قلنا مع جوج خمارات كيكونوا كافيين، ومباشره كندوزو انا نبداو الطياب. دونك هنايا حكيت داك القشره ديال الحامض وغنزيد نسمها حتى بالفاني.
فوالا على ملي سخنات ليا المقلاه درت المهم كميه شحال ما بغيتي، دونك الا بغيتي مكبر راه كتزيدي الكميه، بغيتي صغيري كديري غير شي شويه. كنخليهم يطيبوا على جوج جهات على نار مهيله كما طشنا، صافي كنعطيهم الوقت الكافي ديالهم باش ما يجيوش معجنين من الداخل، حيت الا زربتي عليهم ولا كان في النهار النار مجهده ما غيبانوا لكم محمرين من الجناب، ولكن الداخل ممكن يبقى عجينه. هنايا في هاد الوقيته ملي كتقاد بحال اللي باغا تثقب بحال هكا هو وقت مناسب باش انك تقلبيها. فوالا هانتو كتكون محمره وحتى الوسط ديالها بدا كيطيب، فكيكفي انها غير تحمر من الجهه الاخرى وكتحطيها وانتي مرتاحه. الا كانت باقا مازال عجينه هكا وقلبتيها كيكون احتمال انك تلقاي تحمر من الجناب وكيبقى الداخل ديالها خضر. هنا صافي ملي خمرت ليا العجينه ديال الساندويتش صافي درتها على شكل كويرات، ومن بعد غنديرها على شكل ساندويتش. راه كيما شفنا هاد الفيديو كامل فيه برعايه كيما شفنا. يا اما كديريها هاد الطريقه باش ديري الساندويتش، دونك كتسرحيها بالمدلك وتعاودي تجمعيها تلويها بنفس الطريقه كيما باين في الفيديو، او ان هذيك ملي مكوره كتحاولي تلول بها ولا ما عرفتش كيقولوا ليها تحرب ليها هكا كتجي طويله وصافي. المهم الطريقه اللي جاتك ميسره وعجبتك ديريها. فوالا هنا كنستفهم في الطاوه وغنخليهم يخمروا مره اخرى وندخلهم الفرن يطيبوا على درجه الحراره العادي اللي كنطيبوا فيها الخبز. دونك فوالا هنا عندي الخبز ديال الساندويتش ملي خمر كتخليه يخمر على خاطرو، كدهنو بالصفار ديال البيض مع شويه ديال الحليب ولا شي حاجه ولا الخل صافي، كتزينو باللي بغيتو يا اما باش ما بغيتو انا حقيت الشوفان وانا نزيلو بالشوفان كيجي تا هو زوين في المنظر. وهذا ما كان غندخلو دابا الفرن، الفران راه خليتو كيسخن ونخلو يطيب عادي كيما قلت لكم كيما كطيبو الخبز كيطيب من التحت حتى كيتنفخ ويشد راسو، عاد كتشعلي عليه باش يتحمر. هانتوما البنات كيجيو زوينين محمرين وزاهلين، دابا راه سخان سخان. المهم حتى يبردو شويه عاد نشوفهم من الداخل كي كيجيو مفشفشين وخاويين وخفاف. صوص ديال الشوكولا راه ديجا حتى هو درناه، درت فيه جوج كيسان ديال الحليب وجوج معالق ديال السنيده، ما كثرتش بزاف حيت حيت زدت في الاخر الشوكولا، وثلاثه المعالق ديال الكاكاو المر، وشنو اخر درت ونص كاس ديال الزيت وجوج معالق ديال النشا صافي. وخليته كيطيب فوق نار مهيله وكنحركو حتى تقال بحال هكا. اون فوا تقال زدتو الكميه ديال الشوكولاته اختياري، كل واحد يزيد داكشي اللي بغا، جوج دراهم ثلاثه دراهم درهم اللي ما بغاش اللي ما عندوش ما يزيدوش صافي، غير باش ينزينو به الكيكه وكيعطي واحد المذاق زوين. بالنسبه اللي بغا حتى ينسمو ممكن يضيف له الفاني في الحاله الا ما زدتيش الشوكولا في الاخر، ضيفي له واحد الساشيه ديال الفاني باش كيتنسم شي شويه وقبيصه ديال الملحه باش كتعادل المذاق. دونك فوالا البنات هذه هي الكيكه كتجي تبارك الله طالعه ما شاء الله، هانتوما عاليه ما شاء الله زويونه ناجحه كما قلنا، غير كترد البال الحراره ديال الفران وبيان سور ما تكونش خفيفه بزاف. ايوا هذا مكان وتاخذ الوقت ديالها الكافي، يعني ما تجهدش عليها النار خليها تطيب على خاطرها، وتاكد انك ملي غتخرجها راه ما غاديش تهبط لك وما غتحشمكش. فوالا هذا الكيكوف مني طاب وجد. بالنسبة اللي بغى الطريقة مفصلة يعني المقادير بالضبط الكيف ديالو كيفاش كيكون، راه كاين واحد الفيديو عندنا في القناة مخصص فقط غير للبانكيك، كيجي زوين ناجح هانتوما حتى من الداخل ديالو. اسمحوا لي الطريقة باش نقطع حيت شادة بيد حتى تقطعت، هانتوما يجي زوين مفشفش طايب ما معجن ما حتى شي حاجه، رطيب بنين حتى نسمه ديال الليمون اللي كتكون فيه القشره ديال الليمون كتعطي واحد النسمه زوينه ومذاق زوين. وبالصحه والراحه
دونك فوالا ها هو ملي بردو راه كيجيو تبارك الله شاش ورطين بزاف هانتي كتبركي عليك يعاود يطلع دونك مفشفش ما تخافيش منه واخا راه ما كيتعلق ما حتى شي حاجه يعني ما فيهش شي كبير وحنا غير خرجناه من الفران يلاه بلات شويه هجموا عليه الصغار ها انتوما كيجي خفيف ورطب راه بحال شكل الخبز ديال البانيني بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الخبز قاصح ولا شي حاجه كيجي في الساندويتش باش ما عمرتي كيجي زوين المهم كما قلنا درنا واحد الكيمياء اللي شويه كبيره عزلنا داكشي اللي غنصيفطو مع الوليدات ليكول وبيان سور حتى حنا ناكلو شي شويه في كاسكروت ونجمعو عليه الكويس ديالها تاني.